خويا كان واحد السيد تما، واش مريض؟ واش به شي حاجه؟ هو كيعمل كاستاذ، عنده شي حسابات مع الجيران ديالو وبدا كيضربهم بالجويجه. قتل الاول هو اللي جارهم، وشويه قتل حتى نسيبو، نسيب ديال دوك الناس اللي جيرانو، وبدا مخبع تمايا في واحد الشرمو غير اللي داز كيضربو. هبط خويا معاه الناس، معاه هو كسائق سيارة أجرة كبيرة، شافوا السيد طايح تما حدا الباب، فاتوه بشي وهي دوز القرطاسة من قدام الطوموبيل، شوية فاتوه بشي شوية، وقالوا للناس وقفوا نشوفوا شكون اش واقع تمايا. واحد من الركاب رجع لذاك السيد اللي طايح تمايا، حتى تفاجئ حتى هو بواحد القرطاسه ضرباته، والله علمي الا توفى هذا الصباح هذا. هو في الاول كان عنده الهدف هو انه يقتلوا الجيرانهم، من بعد ما قتلوا الجيرانهم صافي ولا كيضرب اللي جاته في الطريق كيضربوا. لا ما توصلنا بحتى شي خبر، ما كاين الناس ما عندها ما تقول، يعني ما كاين حتى شي حاجه خارجه من الصميم، يعني غير اشاعات وصافي. شي حاجه بيناتهم هما شخصيا نيت ما بين والو. الصراحه واحد المنظر ما فيه ما يتشاف، ما نعسناش والله ما نعسنا، يعني كتشوف الاصدقاء ديالك يوميا كتشوف معاهم وتضحك معاهم، ما بين عشيه وضحاها كتفاجئ بانهم توفوا، يعني خبر مؤلم، يعني تصدمنا وتصدمات الساكنه. الصباح اللي تحاورنا معاه كيقول لك حنا ما نعسناش ديك الليله كاع بداك داكشي اللي وقع، وماشي اول مره كنشوفوا بحال هذا المشهد هذا، يعني السيد كيجيب الجوجه يقتل في الناس، يعني